you know, get to their schools in a faster, more efficient way. And it's an absolutely fantastic, fantastic initiative. Stick around, we're going to be hearing from Mr. Al-Khair very shortly. We got prize giving happening. And, oh, here he comes. To speak in behalf of Mr. Al-Khair, one of the best presenters in this country, very dear, very old friend of mine, please, Goonies, give a warm round of applause to none other than Ahmed Younes! مساء الخير. مساء الفل لكل الموجودين. يعني انا متاكد ان الكل مستمتع باليوم اللطيف جدا ده. انا من اول يعني اول مره اشارك في الماراثون مشاهد فقط عشان ما ابقاش كذاب. يعني كل الناس اللي هنا تحيه كبيره. عايز ما اطولش عليكم, بس انا من الحاجات اللطيفه جدا ان انت تشارك في حاجه فيها انترتينمنت وفيها رياضه وكل ده, انك تكون بتعمل حاجه فيها مشاركه مجتمعيه, انك بتعمل حاجه فيها جانب خير. النهارده التيكتس اللي كلكم اشتركتوا بيها في الماراثون فيها 10% من قيمة التيكت رايحة لأطفال, فلازم تكون مبسوط جدا انك عملت حاجة فيها الجانب الحلو ده. العشرة في المية من الأطفال, العشرة في المية رايحة لمين؟ أطفال في مدارس اسمها مدارس, عشان أعرفك بيها, اسمها مدارس مصر الخير المجتمعية. احنا كلنا عارفين المدارس وإخواتنا وإحنا ودرسنا وولادنا وهكذا, لكن في محافظات وفي مناطق في الصعيد ما فيهاش مدارس. فالحل أولياء الأمور والأهالي بيعملوا إيه؟ ما فيش تعليم, خلاص مش هنودي الولاد يتعلموا عشان المدارس بعيدة وبيبقى المشوار بعيد, فخوف على ابني أو بنتي ما يروحش. فمصر الخير كمؤسسة ليها تقولها قررت إنها تبني مدارس في الأماكن البعيدة دي. فالأماكن البعيدة دي اتبنى لها المدارس مخصوص من مصر الخير. فالمدارس الـ 10% اللي طالعين لدعم المدارس دي, علشان لسه بنبني أكتر, لسه المدارس دي هتتبني أكتر وهتتبني بدعم كل واحد فينا. انا بطلب من كل اللي موجودين طلب واحد, في هنا بوث لمصر الخير على اليمين هنا موجود فيه حاجات عايز اوريها, موجود فيه نوت بوك زي ده, الرسمه اللي عليه اللي رسمها الاطفال اللي بنتكلم عنها. كل طفل رسم رسمه اتعملت على نوت بوك وعلى تي شيرت وعلى مج وعلى تي شيرت زي اللي انا لابسه ده بالظبط. فكل واحد هيشتري حاجه من دول بيساعد في مدرسه انها تتبني. فالحاجات اسعارها عاديه جدا, والبوث هنا, فاتمنى كل البرودكتس الموجوده هنا في البوث ده نكون كلنا خلصنا عليها. ده اقل حاجه نقدر نعملها. يبقى النوت بوك والتي شيرت والمج مج اهو. فاهو انا عايزكم تشوفوا, هتلاقوه هناك البوث بتاع مصر الخير. كلنا حركه لطيفه جدا من كل واحد يشتري حاجه زي الجيف اواي كده لطيفه جدا, تبقى عارف انك وانت بتشتري التي شيرت والمج ده او النوت بوك انك بتساعد طفل انه يتعلم. فبالتالي اهم حاجه كلنا عايزينها ان ما يبقاش في حاجه في مصر اسمها طفل مش متعلم. ثانك يو. تحيه كبيره قوي لاحمد يونس يا جماعه.